السلام عليكم. اليوم ان شاء الله احتفالا بالفريق الوطني ديالنا والنتائج اللي حقق لنا، غادي نديروا واحد الكاطو على شكل درابو دو ماروك، الرايه المغربيه. احتفالا بهذه الانجازات الهائله اللي حققها المنتخب الوطني ديالنا. بغيت نقول كنشكروا أسود الأطلس، ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم والله يقويهم، إن شاء الله يديروا إنجازات أخرى. ونذكرهم بأن احنا دابا خدامين نهار الثلاث، ليلة ديال نجدوا على الأربع، لأن نحن متفائلين ودايرين النية ورا النية باش خدامين تاعنا، خدامين معكم بالنية، وحنا متقبلين كل شيء، لأننا ملي وصلنا لهاد المرحلة صافي. داكشي علاش حنا كنجدوا الاحتفال ديالنا، سواء كان ايجابي ولا سلبي، حنا ما عندناش مشكل، خصنا نحتفلوا ملي وصل الفريق ديالنا لهذه النتيجه هذه اللي كتشرفنا في العالم كله، لا العالم العربي ولا العالم الاوروبي. حنا فرحانين بهذه النتيجه وغادي نصوبوا ان شاء الله، راه ماشي غادي نصوبوا غير لا كوب غير الرايه المغربيه، خلي ليهم مفاجاه، خليها مفاجاه يلا على بركه الله. راه الكوزينه مرونه، راه كنخدموها في السي جوردان، انتما باقي الدنيا مرونه باقي ما وصلنا. هنايا وجدت واحد لو بيسكوي، البيسكوي راه كتعرفوا كنجدو معكم ديما الجينواز، اللي هو فيه 8 ديال البيضات، 200 غرام ديال السكر، و 200 غرام ديال الفارين، واحد الساشيه ديال الخميره. غادي نذكرهم باننا فات منا حضرنا هذا البسكوي جينواز، وغادي نحط لهم رابط ديال الحلوه اللي درنا فيها رابط الفيديو. درتيه في بلاكه ديال 60 على 40، 60 على 40، وغادي يشاهدوا معنا الناس ان دايره واحد الكادر غير باش يتقد المستوى، باش يتقد المره تقدروا ديروها في بلاكه عاديه. هذا الكادر فيه سنتيم في العلو ديالو، سنتيم في العلو ديالو غير باش كيجيني البسكوي مقاد. راه كاينين عند دوك اللي كيبيعوا لينوكس او تماما الاطارات، هانتوما شفتو كيف كتجي هذه الوصفه، كتجي هائله. وعلى شحال طيبتيه؟ طيبتو على 200 لمده 10 ديال الدقائق باش يبقى طري وما يبسش لينا. حنا وجدنا هذا الشيء باش ما نطولوش عليهم الفيديو، باش في نفس الوقت هنا وجدت هنا السيترو ديال لا كريم باتيسري مصوبه الحلواني، صوبناها وبردات وطحناها باش تكون ليس. غادي نحط لهم رابط الفيديو. هنا عندي 250 غرام ديال الشوكولا الابيض من نوع الجيد، يعني كوفيرتور غنيه. هنا عندي 200 غرام ديال البوغي دو فرامبواز فري مطحون، ما زدتي ليه لا سكر لا والو. لا هنا عندي 200 غرام ديال لاباط دو بيستاش. ايه هنا عندي 500 غرام ديال لاكريم فريش طالعه ديمي مونتي، ما طالعاش بزاف مي مونتي. مي مونتي سمح ليا، هذه حلوه ولا مسوسه؟ هذه حلوه. واللي دار المسوسه؟ اللي دار المسوسه زيد غير شويه ديال السكر. شحال تقريبا شي زيت معاك ولا 50 غرام ديال السكر؟ تا هنا وكذلك 250 غرام سيرو دو بازا، ما عرفتو سيرو الساقي اللي هو المقادير ديالو، اللي هو المقادير ديالو ايترو ديال الماء 700 غرام ديال السكر، ويديروه ما غير نصف الكميه او ربع الكميه، ورشات لكم حطوه في الثلاجه. هنا جيلاتين، 5 ديال الاوراق ديال الجيلاتين اولا مص دو جيلاتين، اولا مص دو جيلاتين 5 ديال الاوراق فوالا. هنا الكادر اللي غادي نعمر هنا هو هذا، سمعتك العبار ديال العبار ديال عفاي سوليني على العبار، خصني نسلم ونجي العبار ولا الشاف كيعرف انني غادي نسولو. اي تمام. 38 على 26 والعلو ديالو، العلو ديالو فيه 5 ديال السنتيم، ممكن يديروه داير دائري. انا تنقول لكم نعطيكم العبار ديال هذا اللي الشكل اللي بغيتو ديروه. غير حنا بغينا نديروه على شكل الرايه المغربيه، الطريقه كيفاش كيقطع الشاف بطريقه سهله. فوالا جوج ديال القطع، جوج ديال القطع ما باش غادي نخدمو، غادي نحطو وحده فوق وحده، السيرو ديالهم موجود. دابا غادي نكومونسي نخلط لاموس ديالي الكريمه. بون بحيث هاد لك هاد الشوكولا غادي تخلط مع الجيلاتين كله، ملي انت ذوبتيه وبدا كيقصح لك، بدا كيقصح غادي نسخنو شويه،
خصو يترخى. دابا هنا هاد لاموس حيت هاد المقادير اللي درت لكم غادي يكون لاموس جوج ديال لي بارفان، غادي يكون واحد بالفرومبواز وواحد بالبيستاش باش يعطيونا اللون ديال الرايه ديالنا الاخضر والاحمر. فوالا هنايا غادي نخلط هاد لاكريم باتيسري نخلطها مع الشوكولا. غير في هاد الحالة الا بغيت نخلطها ما نكبش كلشي على فوا بشويه بشويه باش الشوكولا ديالي ما يديرش لي غران. هاد المرحله مهمه نخلطها مزيان باش الشوكولا ما يحجرش ما يحجرش. هاو اون فوا تخلط صافي يعني تخلط مزيان هانتوما. هاد التقنيات راه مهمه تعلموها. فوالا دابا نبقى نزيد، دابا ما كاين مشكل دابا ما غاديش يحجر حيت تخلط من الاول. وثانيا هاد لاكريم باتيسري درت راه بارده راه ما سخوناش. فوالا اول مره غادي يلقاو غادي يشوفوا بان كريم باتيسري مع الشوكولا مع هاد الموس تجي سبيسيال. هذا كتجي زوينه هادي. دابا هادو هاد لكن نخلط معاه الجيلاتين كله اللي هما خمسه ديال اللي فيه الجيلاتين اللي دايبين دايبين. هما غادي نحركهم مزيان. تحرك على بالماريز ماشي ضروري. بالماريز لا ماشي ضروري. هنا غادي نقسم هاد لاكريم اللي خلط على جوج ماشي ضروري ندير الميزان، المهم راه كنشوف على الميزان كان جوج ديال الباسينات خديتيهم. صافي وحده غادي ندير فيها البيستاش اللي هو ها هو مطحون صور هذاك منزلي منزلي. غادي دابا هنايا هاد البيستاش غادي نحرك معاه شويه ديال الكريم هنا باش ما يديرش ليا لي كرا باش يجي حتى هو ليس باش كنغلب عليه ملي كندير غير شويه ديال الكريم. فوالا ماشي بحال الا درت لها كريم بزاف. فوالا دائما هاد لاسوش الا كانت شي حاجه قليله حركوها هي الاولى مزيان ها انتما. فوالا هادي هي وقت الفرومبواز. دابا راه واجد الفرومبواز. دابا انا دابا رقيتو داك النهار خرج من الجام بان ليا خديت منه واحد الكيميه وحطيتها في الكونجيلاتور. الثمن ديالو رخيص دابا رخيص انا واخدو بمية ريال الباركيت حيت دابا هادي وقت الفرومبواز. فوالا دابا ملي كات جاتك الريحة ديال البيستاش هذا ذوقني هانتي هذا دابا عطيني واحد المعيقة صغيرة واخا هانتي ذوق انا راه كنذوق قبل باش تعرفي نيت كيدير ذوقو باش نعطيه الرأي ديالي. بسم الله بسم الله مدام اييه يجيك الخير بسم الله. وهذاك دايزين كلام. واو دابا غادي نديرو لاكريم. لاكريم ماشي نكبها كلها غادي ندير النص بالنص كيما قلت لكم. هاد لاكريم مي مونتي ما طولش طالع بزاف يعني ما طلعتهاش حتى وقفات بزاف. لا لا حيت هنا كتعاود تخلط عاود وكتجيك ساهله في التخلاط. وي حيت هذيك الا طلعتيها بزاف كتكون انت دير الكويرات وكتجي هادي الكويرات وما كتجيناش هي هذيك ما كتجيش السوق. دابا هي تحركات مزيان عاد نزيد دابا الكمية اللي باقية. دابا عاد غادي تجي تاني خفيفة أكثر. وي وعاد نذوق تاني. إي بهاد المونتاج غيقدرو يديرو به أي حلوة بغاو. وي هاد لاكريم ما فيهاش الميرينغ. علاش أنا ما كنديرش الميرينغ؟ الميرينغ كيجيب ليا لاموس حلوة بزاف فيها الميرينغ. هادي كتجي بغيش وفيها الشوكولا وكتكون ناقصة شوية الحلوة. صافي ها هو لاموس ديالنا. أرا مثلا ذوقوك عاود تاني. دوقي غير انت انا ما ندوقش على لا انت انت راه كتصيب. بسم الله هادي ها هي صافية. هذاك راه دابا جات خفيفة. دابا هنايا عندنا الفرومبواز. واو هادي كاع غتجي واعرة. هاد الفرومبواز كيما هاد الفرومبواز واخا خويتو هنا حيت هو ليكيد ماشي شي حاجة قاصحة وماشي جاري بزاف لأنك ما فيه لا ما لا والو. لا ما لا والو قبلت الفرومبواز طحنتو صافي عاد زيدو ما فيهش السكر غادي ينقص لينا من الحلاوه ديال الكريم. وي حنا من عاد كنديرو الحلوه شويه ما كتكونش حلوه بزاف. هذا غادي ندير ليه الفوي. تحرك مزيان
الدرابو ديال المغرب. واه جميل حمار ني. ايوا مع ما شاء الله الفرامبواز زوين. هنايا غادي ندير لك كريم ديالي كما كنقولوا كريم ديالي 200 غرام 250 غرام. وعندي لينا هاد الحوارة كبيرة. ايوا راه ماشي بينا ناكلو بينا ناكلوها بوحدنا، بينا ناكلو ونوكلو. اي نحتفلو. وخصوصا الناس ملي كيكونوا محتفلين بالانتصار ديال الفريق ديالنا غادي يكونوا الفرحة كتعمل جميع. اه ديك الساعة حنا ما نحتاجوش نزيدو الملون. لا ما نديرش الملون هنايا، ها الفرامبواز اللون ديال الفرامبواز. ايوا صافي راه ما خدمناش بزاف، اون فوا تحركات صافي هاكا سيدي هاكا لالا دوقي بغيتي نمسحو نوصلو المريقة. الله يعطيك الصحة الشيف، راه بغيتي تذوقني انا. واه الله يعطيك الصحة. صدق راسك صدقتي راسك. واعر 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 هاكا لالا بسم الله. غادي نخليهم هاد الجانبين. وما حلوش. وغادي نوجدو البلاكه ديالنا فاش غادي نديرو المونتاج. كنوري لكم كيفاش كيتعامل الشاف مع الورق، كيفاش كيحط الكاطو. حتى هاد التقنيات خصكم تعلموهم، وخصوصا اللي كيبغي يحترف. فوالا البسكويت ديالنا، هانتوما البسكويت راه سوبل طاب طاب. اش كدير كتسرق لينا؟ اه احمد اه طنطا كتجي تدوق. ايوا حتى عمر يذوق كيعجبهم يذوقوا. فوالا السيرو ديالنا كما قلنا اللي هو فيه ايترو ديال الماء و 700 غرام ديال السكر. السيرو ضروري باش كنرزو بيه الكاطو ديالنا باش ما تجيش الكاطو خصيش ناشفة، خصو يكون في الزاك القياس. فوالا غادي نسبقو لاموس دو بيستاش هو الاول. علاش؟ علاش؟ على حقيتاش من الفوق غادي نديرو الكلاصاج حمر، والكلاصاج حمر خصو يلقى لاموس حمرا من الفوق باش ما يبدلش لنا اللون. أييه عندك الحق الشيخ. فوالا غديروا معنا النية وصوبوا بحال هاد الحلوة. أييه ديروا النية وتربحوا. أجي راه كنا عتي نسيتو ما كون درناها بلافوكا من لتحت. أجي لافوكا ديرها في الكاطو. نقولوا نقولوا للركراكي راه صوبنا الحلوة بلافوكا. نطاقيو 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 الركراكي. ما شاء الله عليه الله يحفظه. الله يعطيه الصحة. الله ينصرو ويزيدو. الله يعطيه الصحة سيدي. ها انت يا دابا كاع لالا يستاهل كثر من هادشي. هاد الحلوه كنهديها انا كاع دوك الناس اللي كيتفرجوا فينا، ومازال كيما قلت لكم دايرين دي سوربريز اخرين غادي نفينيهم معكم غدا ان شاء الله. يعني ما غاديش تكتفي غير بهاد الحلوه؟ لا لا لا، حنا راه المغرب عندنا راه كنبغيو راه نعطيوها بلادنا غالي. وشنو نعطيو لك شي اللي قدرنا عليه. يعني كل واحد هو يموت على بلادو ولا على ولادو. هاهي ها انت دابا هنا قادينها. غادي نجيبو هاد لي بيسكوي ديالنا. القطعة الثانية. القطعة الثانية، قبل ما ندير هاد القطعة الثانية غادي نقلبها وغادي نروصيها من هنا باش ما تكونش ليا ناشفة. دابا انا كنسمي هذا البسكوي هو الخبز ديال الحلوه، حيت ضروري يكون شي بسكوي زوين باش كدوز هذاك هذاك لاموس سكون بسكوي بيان ابيبي كون بوزي مزيان كون نزيد في الماكله ديالو. ضروري هذه المرحله مهمه الشيف هنايا. هانتي هوب ونقلبها. ما تنساوش حتى طريقه باش الشيف نتا هو اللي طريقه فنيه سهله. دابا عاد بان ليا بانك شنو غدير، نخلي المشاهدين يشوفوا. انا باش نكاد هذا يخرج. انتم الطريقه باش تلقى الشاف حتى هو. هاد لي تكنيك او التقنيات خصكم ضروري تعرفوهم. ها هما البسكويت ديالي.
ولا في حاله كاع جاكم هاد لي بيسكوي صعيب باش تحطوه قسموا على جوج غتحطوه هنا ماشي مشكل. دابا كتسقيه من الوجه الثاني. من الوجه الثاني خصو يتسقى من جوج الوجه لان البسكوي شويه عليط. لا انا درتو اكسبري غير باش يكون ما يتكل ماشي نلقاو غير لاموس بوحدها. نعم ما غليش بزاف فيه غير سنتيم. لا فيها سنتيم. هاد الحلوه هادي نتاع الناس اللي ما عندها سنان حيت هذا غير لاموس والبسكوي رطب بلا سنان هادي راه سلطان بلا مدخان. كتذوب في الفم. دابا بقات لينا هاد لاموس نكبوها كلها الكريمه ديال الفرامبواز. ولا لاحظتوا هاد لاموس راه ماشي سكري لا مقياس في الحلاوه. ماشي سكري وماشي داك لاموس اللي جاري. الا لاحظتوا الكميه اللي دار المقادير اللي دار الشيف الله كتجيك الحد في القد مع هاد الكادر مع هاد الاطار. هاد الاطار هذا اللي درت اللي بغا يدير النص ديالو يدير النص ديال الكميه المقادير. هادي دابا غادي نجدها ونخليها حتى تبات في الكونجيلاتور باش غدا ان شاء الله نوجدو ليها واحد الكلاصاج ونوجدو واحد الضراب واحد النجمه ديال المغرب باش تجينا الرايه ديالنا. ان شاء الله كلشي غادي نخدموه قدامهم. وي بيان سور. هانتوما لا فينيسيون وضروري تبات في المجمد. ضروري ونرجعو ليهم ان شاء الله. انا هانتوما الا لاحظتو راه ماشي درت لاموس حتى الفوق درت لاموس حدها هنا يبقى واحد الحرف علاش باش باش الكلاصاج ديالي يتكب في هاد النص ديال السباس اللي خليته. جاك عمر شكا كتذوقوا لي نتوما ملي نقاد لي توخو. ضروري قلتوا السطح ديال الحلوه. وي حيت هاد السطح غادي تكب فيه الكلاصاج خصو يكون قاد مزيان. يلا فوالا دابا غادي ندير لها واحد السلوفان وندخلها للكونجيلاتور المجمد ونرجعو لكم من بعد ان شاء الله. صورنا واحد الحلوه اللي هي دومي سفير الكره ماشي بحال ديال اللي صورنا معكم البارح كانت الرايه. هذيك راه باقي ما كملناهاش. باقي ما كملناهاش. هذا سوبليمون. هذا سوبليمون وباقي سوبليمون اخر. باقي اخر. باقي. وغادي نذكرهم بان المونتاج ديال هذه الحلوه هي ديك اللي درنا بالبخاليني. راه حطيناها في اليوتيوب وغادي نحطوا لهم الرابط ان شاء الله. اللي مهم هو الديكوراسيون. الديكور دابا هادي درنا هاد الديميسفير خدينا واحد البورت بياس مسدس. هي على حسب الكره اي مسدس عندكم كبر من هذا اصغر منه تقدروا تختاروا. هو شي غلقه ولا شي حاجه تكون على شكل مسدس. فوالا كنتراسيو به وتنبقاو غادي كنتراسيوه باش كتعطينا الشكل ديال الكره. غادي تقاد كلشي هاد المربعات ونرجع لهم. اييه دابا غادير لينا التشكيله ديال الكره. هادي كريمه الزبده. اييه راه درناها حتى هي في القناه نحطو لكم الرابط ديالها كتمشي بهاد الطريقه. اييه تنكملو كنكملوا بهذه الطريقه حتى كنقدوا كاع المربعات ديالنا البيض. دابا بديتي في اللون الاسود. اييه باش يعطينا الشكل ديال الكره ديالنا. دابا خليتي دوك البلايص ديال اللون الاسود انت كتعمرهم باش يجينا الشكل ديال الكره. انت درتيها غير بطريقه سريعه. طريقه سهله اي واحد يمكن يديرها. ندير الواجهه ديال الكره. الشاف هو راه كمل كره القدم وحط فيها العلم المغربي. العلم هذا هو باش كنحتفلوا حنايا وباش فرحانين وكنتفائلوا به خير. العلم ديالنا. يلا هذه دابا الكره باقي لنا الحلوه الاخرى. الحلوه على الفيني بيضاء ان شاء الله. المفاجاه الاخرى خليوها سوربريز. خليها حتى تحضر عليهم. حضروها حتى هي. ايوا واخا يلا. بعد ما صوبنا الكره ديالنا كملناها انا خرجت هاد لاموس اللي درنا بالفرامبواز والبيستاش هي راه تكونجلات. دوزات لينا. باتت في الكونجيلاتور درناها البارح.
واليوم الاربعاء حنا كنخدمي فيها. انا وجدت لي الكلاصاج انا البوري ديال الفرامبواز، يعني الفرامبواز غير مطحون، مطحون عندي 300 غرام ديال الفرامبواز، 300 غرام ديال الناباج، 4 ديال لو في جيلاتين. هادشي كلشي غادي نجمعو، يديرو الناباج هو لو فات الكاسرونه، غنديرو فوق العافيه حتى يسخن مزيان، عاد نزيد عليه البوري دو فروي ديال الفرامبواز. بعد ما سخن الناباج كبيت عليه الفرامبواز صافي، عاد زدتي عليا كثر سخن صافي. ها هو غادي نحيدو ندير باش ندير ليه الجيلات مزيان. نقدرو نزيدو ليه سبعة عشر؟ لا هو حمر مزيان. زعما إذا كان بارد دابا غنديرو فيه الجيلاتين، ما حدو سخون باش ما نسخنوش الجيلاتين غيدوب معاه، وانا غادي نصفيه باش نحيد منو هادوك لي بيبي ديال الفرامبواز. وعندنا الاختيار اللي بغا يخليهم يخليهم، حنا بينا باش تيبان الضرب عندنا مقاد مزيان. برد هاد الكلاصاج برد غير شويه غير دفا. صفيتيه هو ما عاد عليك نزلوا لينا شي حبيبه، ماشي مشكل بقى شويه ماشي مشكل. اللون ديالها راه زوين، حيت الفرامبواز راه الفرامبواز راه احمر مزيان. اللي بغى يزيد الصباغه يزيدها، ماشي يزيدها الا كان فرامبواز هذا اللون ديالو هو هذاك. ونقدروا نديروها بالفريز، ايه الفريز هو اللي خصو الصباغه، هاد الليموس نديروها بالفريز. اه فوالا دابا غادي نخليها حتى تبرد. ادخل على المجمد ولا الثلاجه؟ لا في الثلاجه، الثلاجه لتحت. وتخليها باش يجمد، باش يجمد عاد باش نديمو ليها ونبريزونتيوها، نكملوا التزيين ديالها. التزيين ديالها ان شاء الله. شوف شنو كدير دابا. دابا المهمة، دابا كنصوب الكأس اللي غادي نجيبو أنا، كنصوبو هنا في الدار باش نحتفل. كأس العالم، كأس العالم هو كنجدو هنايا إن شاء الله. هذا نولد السيليكون، وي أون سيليكون كنجدوه. هذا الشكولاطة البيضاء كدير هاد الطريقة باش هنايا هاكا هي الأولى، من بعد نهمرو باش نسدو باش ما يكونوش الفقاعات، باش ما يكونش الخوف في لاكوب ديالي. ça se compte bien fini. Quelques hommes juges. Ah. Je t'ai dit que tu es juges ou que tu es juges. Ah, que tu es juges. Ah, que tu es juges. Ah, que tu es juges. بشويه كنحلوهم. بسم الله سخرة لله. هو ضربو في تبارك الله، تيبقى ليمون نقي يعني راه كلشي نديمو له. دابا نكملو ليه لا فينيسيون ديالو، لا فينيسيون ديالو اللي هي نصبغو، نديرو ليه سانتيون، نصبغو بالذهبي. صافي دابا كتقاد لينا كأس بالذهبي. دابا كنديرو ليه، شتك جبتي الحلوة الشاف اللي كنت كنديرو ليها. سنجدو شحال هادي في الساعة؟ دابا هادي 5:30، حنا غادي مع الماتش ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما الكأس جبناه بعدا، جبتي نتا الكأس. هو من بعد ما صبغناه بهذاك اللون الذهبي ودرنا اليوم الأشرطة بعجين السكر. دابا نكملو الزين ديال الحلوة ديالنا، ديما كتنقص على كل الجوانب باش يجيو بيا مقادين مزيان، باش يجي لا فينيسيون قاد هنايا. هادي اللحظه الحاسمه اللي كتوضع النجمه في الحلوه. النجمه الرايه المغربيه اللي كنعتزوا بها، رمز المغربيه ديالنا. فوالا تضامنا مع الفريق الوطني، وجدنا الدرابو ديالنا والكره ديالنا باش غادي نلعبو.
وان شاء الله غادي تكون النتيجه حسنه. حنا كنتفائلوا بخير، هادشي كنتفائلوا به، هادشي راه قبل المباراه مباشره، هادشي راه تنديروا مع طالار، وحنا كنشجعوا هادشي قبل المقابله، باقي ليها مازال ساعتين، ولي نذكروا باننا حنا ربحنا، الا ما جبناش الكاس حنا رابحين. وديري النيه اول حاجه ديري النيه وان شاء الله غادي متفائلين خير. شافنا مساله المباراه واخا تقد سميتو انتهت المباراه بنتيجه سلبيه، ولكن حنا كنعتبروا هذا نجاح، لان الفريق الوطني وصل المربع الذهبي يعني نصف النهايه، وحنا غادي ننتظروا المباراه ديال الترتيب. اه راسك كاين مباراه الترتيب، ولكن على كل حال حنا فرحانين ملي وصلنا المربع الذهبي، رحنا رابحين اول مره اي منتخب عربي، والكره هي هذه كنتقبلوا اي نتيجه بروح رياضيه، وحنا اصلا فرحانين باننا وصلنا لهذه المرحله، وتبارك الله الابطال ديالنا داروا لي عليهم ولعبوا مباراه رائعه وداروا اللي في جهدهم، ويلا حنا نقطعوا الحلوه ديالنا ذوقوها. بسم الله هادي تتقد شحال ديال الناس؟ هادي 30 الناس تقد، حط لواحد القطعة قطعة صغيرة ما تكونش بزاف، بسم الله تكون لها موز شاد مع راسو، ما تكونش فيه بزاف ديال الجيلاتين، شحال هادي ما درنا في ذوق، بسم الله خفيفة ناقصة حلاوة، لا هو ذوقني حتى أنا كنتنسى يا الشافية كنذوق. بسم الله ماذا؟ بسم الله دايزر كلاب تبارك الله، وناقصة حلاوة، احنا كنديرو الحلوة ديما ما حلوش بزاف، غادي تقطع لينا حتى أخرى ولا؟ طبيعة الحال يعني باش نشوفو حتى هي التقطيعة ديالها. بسم الله كرة هي هكا وي، بسم الله بسم الله. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصلوا الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، جربوا هاد الحلوه راه جات سهله خفيفه ونقصه حلاوه، بالصحه والراحه، ومبروك على وصلت الاطلس اللي وصلوا بنا لهذه المرحله، نقولها مره اخرى، ومبروك علينا كاملين العرب والافارقه والمسلمين، يلا بالصحه والراحه.